نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضات ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي الندي، ليومي ومستقبلي وغدي، يومي ومستقبلي وغدي، به أقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد به أقتدي. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يعيشون في هذه الدنيا ما بين فرح وسرور وحزن وألم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في مناسباتهم، في أفراحهم وفي أحزانهم؟ هذا وأمور أخرى متعلقة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في المناسبات، وما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخ أسامة. الله يحييك، أهلا وسهلا في بداية هذه الحلقة، ويسرنا أن نلتقي بك مرة أخرى. الله يحييك الشيخ أسامة. بداية نريد حقيقة أن نسلط الضوء على هدي الإسلام في التعامل مع مفروع مع مفهوم الفرح والحزن. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالفرح والحزن حالتان أودعهم الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. كل إنسان يعتريه الفرح كما يعتريه الحزن. صحيح. المسلم، الكافر، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، كل هؤلاء يعتريهم الفرح والحزن. صحيح. الفرح مثلا يختلف الناس في الأشياء التي يفرحون بها ولأجلها، فمنهم من يفرح لشيء قد لا يفرح له الآخر، وإن كان هناك بعض الأشياء عامة الناس يفرحون بها، كالمال، كالزواج، كالنجاح، كالتميز، عامة الناس يفرحون بهذه الأشياء. جميل. لكن هناك أشياء قد يفرح لها شخص ولا يفرح لها الآخر، وهذا شيء طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح كما يفرح الناس. صحيح. تأتي بعض الأشياء السارة وتسره وتعجبه ويفرح لأجلها، بل أحيانا يصرح بفرحه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال، لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الحبشة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر، لما قدم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من فتح خيبر، فلما جاء جعفر رضي الله تعالى عنه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه وقبله على جبهته. الله. وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، أم بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن فرحه لهذا ولهذا. فهو كان فرحا لفتح خيبر، وكذلك كان فرحا لقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. الله. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه الفرح ويشعر الناس بأنه فرح
صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء يعني غير مستغرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الجانب الآخر الحزن، الحزن يأتي عند الناس، وهناك أشياء عامة يحزن الناس لأجلها. كل إنسان معرض أن تصيبه مصيبة، أن تصيبه نازلة. الإنسان قد يمرض فيحزن، الإنسان قد يفقد حبيبا فيحزن، قد يفقد أما أو أبا أو أخا أو صديقا أو عزيزا أو ولدا، كل هذه الأشياء تحزنه وتؤلمه. قد يفوت عليه حتى من أمور الدنيا، وبعض الناس قد يحزن يحزن لهذه الأشياء. فالحزن أيضا حالة طبيعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف حزن يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل وقال عن يعقوب وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. إذن وصف الله سبحانه وتعالى نبيه أنه كان حزينا لفقد ولده. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي عن رب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذا الحزن موجود، النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى الحزن عن نفسه، بل حزن لأنه فقد ولده، وعبر عن هذا الحزن بقوله وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. الحقيقة لما نتأمل في 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 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المناسبات التي تلم بأصحابه من حزن وفرح، الآن لما تذكر قصته مع جعفر وفرحه، قرن فرحته بهذا الأخ القادم بمناسبة عظمى وهي فتح خيبر. نعم. وهذا يدل على احتفائه صلى الله عليه وسلم. نعم. بمن حوله وفرحه لفرحهم. نريد الحقيقة المزيد من هذه القصص، لأنها الحقيقة يعني تشوقنا وتعيدنا إلى جادة الصواب. أحسن، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بمناسبات عديدة، كان يفرح بالنكاح، وكان يأمر بالنكاح، وكان يأمر بإعلان النكاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الأشياء التي تدل على النكاح كالوليمة مثلا. فلما جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأخبره أنه تزوج، قاله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ولذلك ذكر العلماء أن الوليمة سنة مؤكدة في حق المتزوج، وذكر بعض العلماء أنها واجبة في حق من يدعى إليها، مما يدل على مكانة الوليمة ومكانة إظهار الفرح عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بإعلان النكاح، وأمر عبد الرحمن بأنه يولم، وأمر من دعي إلى هذه الوليمة إلى وليمة العرس أن يجيب وأن يأتي هذه الوليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. الله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مظاهر الفرح، وكان يحب مظاهر السعادة عند أصحابه، وما كان يحب مظاهر الحزن في هذه الأشياء التي فيها شيء من الفرح والانبساط والسرور. فلذلك كان يأمرهم أنهم يعلنوا هذا النكاح، بل كان صلى الله عليه وسلم يهنئ المتزوج ويقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه التهنية نوع من أنواع الفرح، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشارك هذا المتزوج في فرحه بتهنئته له. ولذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك أصحابه في أفراحهم في أحزانهم وفي الفرح كما ذكرت لك مثل هذه الأشياء، بل هناك أشياء أخرى كان يفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. زدنا يا شيخ. كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المواليد لأصحابه، بل كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يؤتون بالصبيان أول ما يؤتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليبرك عليهم، حتى من باب أن وسلم يشاركهم هذا الفرح في قدوم هذا المولود. حتى قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه إبراهيم. الله. طيب، قد يسأل بعض الناس ما المقصود بالتحنيك أو كيف نحنك؟ التحنيك هو أن يمضغ تمرة ثم يأخذ جزءا من هذه التمرة بإصبعه ويضعها في حنك الطفل ويحرك ويقوم بتحريك إصبعه يمينا وشمالا حتى يذوق هذا الطفل
طعم التمر، هذا هو التحنيك. نعم. وبعض الناس يسأل هل يشرع الآن أن أذهب بأولاد إلى العلماء؟ الحقيقة لا يفتح باب، لا يفتح باب، وإنما من يحنك هو الأب، والأب نعم. هو الأب الذي يحنك الطفل، ويكون لا يفتح باب أنه يذهب للعلماء ويكون أصاب السنة، ويكون أصاب السنة. جميل. كذلك كما قلت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أحيانا بعض المواليد لما يأتي أصحابه بمولود له صلى الله عليه وسلم فكان يسميهم، بل كان يأمر بالعقيقة، وذلك السلام يقول كل غلام رهين بعقيقته، متى تذبح؟ يوم السابع، يوم السابع، يوم سابعه، ويسمى ويحلق ويحلق رأسه. الله. طيب هذه كلها فيها دلالة على إظهار إيش؟ الفرح، الفرح والاحتفال والاحتفال وشكر الله عز وجل. ولذلك نعم. أيضا هنا أيضا سؤال يا شيخ ما تسمح لي، لأنه يكثر سؤال الناس عن هذه الحالة، وقضية متى، ما المقصود بالسابع؟ ما المقصود بالسابع؟ متى نذبح العقيقة؟ جميل. السابع والله تعلم، الصحيح في يوم السابع أنه إذا ولد الطفل قبل المغرب فإنه يحسب ذلك اليوم. نعم. فبالمثال لو ولد الطفل في يوم السبت قبل غروب يوم السبت. جميل. قبل غروب شمس يوم السبت، فإن يوم سابعه يكون يوم الجمعة. الجمعة نعم. وإذا ولد بعد مغرب السبت يكون يوم سابعه يوم السبت القادم. نعم. فهي متعلقة بغروب الشمس قبل أو بعد، فإذا كان قبل غروب الشمس فإنه يحسب ذلك اليوم، إذا كان بعد غروب الشمس فإنه لا يحسب ذلك اليوم. جميل. وكما هو معلوم في جميل العقيقة. جميل يا شيخ أسامة، تسمح نعم. لي فقط، إحنا الحقيقة سنواصل الحديث مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالم أخرى حقيقة من مشاركته لأصحابه في مناسبتهم، لكن نستأذنك في تقرير قصير ثم نعود شيخ أسامة. تفضل. أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود، فابقوا معنا. به وبأخلاقه يبتدي. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. حب الله عز وجل مجتمعنا بنعمة المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد، يسعد بها الناس ويفرحون ويتزاورون ويبتهجون، من أعياد الفطر والأضحى إلى مناسبات الزواج إلى المواليد وبهجتهم، إلى شفاء المريض من وعكته، إلى انفراج مصيبة هذا أو ذاك. أشارك الناس بفرح أكيد، ما في مناسبة يكون واحد بالحالة، لازم يكون مشارك الناس، والواحد ما يعيش بالحالة، لازم يكون اجتماعي مع الناس. أكيد مع أهلي ووالدتي ووالدي الله يحفظهم، هذا أهم شيء عندي. شوية يعني ثالثة العيد، ثانية العيد نطلع كذا الكورنيش مع الأهل، نتمشى يعني كذا ونشم جو ونعود طبعا عاد. كلها أفراح ومناسبات تجدد للناس أيامهم وتنسيهم هموم الحياة ومشاغلها، وتنشط كثير من نواحي الحياة مع هذه المناسبات، محلات الألبسة والأزياء والمطاعم وأماكن بيع المأكولات والحلويات ومحلات الهدايا والعطور والألعاب وأماكن الترفيه ووسائل السفر والفنادق والمنتزهات وغيرها، حتى باتت المناسبات والأعياد موسما ينتظره الناس من كافة الأطياف ليفرحوا ويشهدوا منافع لهم. أحب أتسوق أني مع العائلة، أني هناك تكمل الفرحة عندما تكون مع عائلتك، تكون وحدك تكون متضايق. والله أتجنب السوق، لكن ما أني مع عائلة وأطفال صغار أحب أروح الصباح عشان تجنب الزحام واخلص في اسرع وقت، هذا اهم شيء عندي. نعم، نتسوق ونروح الاسواق، ولازم اكيد وقت رمضان وقت الاسواق هذه اشياء يعني ضروريه مره. ويتفاوت التعبير عن مظاهر الفرح ما بين الناس من شراء او سفر او تنزه او زيارات او طعام، كل حسب مقدرته الماليه وميوله واساليبه الاجتماعيه ما بين تبذير وتقدير وامساك وتدبير. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. به وبأخلاقه يبتدي. به أبتدي. مشاهدين الكرام، ها نحن نعود مرة أخرى بعد هذا التقرير القصير لاستكمال محاور حلقتنا في هذه الليلة
عن هديه صلى الله عليه وسلم في مشاركة أصحابه في مناسباتهم. حياكم الله شيخ أسامة. الله يحييك يا أهلا وسهلا. نستكمل الحديث، كنا حقيقة قبل الفاصل نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في مشاركته للناس حتى في تحنيك أطفالهم. نعم. وتسميتهم. نستكمل هذا الهدي الكريم. وكذلك ذكرت لك في قضية العقيقة أنها تستحب شاتان عن الغلام وشاه عن الأنثى. جميل. وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بهذا، وكان الصحابة يلتزمون بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مظاهر الفرح، قضية ذبح الشاتين وذبح الشاه، لا شك أن هذا مظاهر الفرح. والعلماء اختلفوا في كيف يقسم هاتين الشاتين أو هذه الشاه، هل يقوم بطبخها ويوزعها على الفقراء والمساكين والأصدقاء والأحباب، أو يوزعها كما هي. الأمر في ذلك واسع، والأصل في ذلك ما كان أنفع للناس، وما كان في أيضا إظهار الفرح والسرور بقدوم هذا الطفل. جميل جميل. طيب في مناسبات مثل الأعياد، يعني الحقيقة أكثر من يفرح مثل هذه المناسبات الأطفال والنساء والأبناء، كيف كانت يعني توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأبناء والعيال في مثل هذه المناسبات؟ أحسن. الكل يفرح بالعيد، العيد يفرح به كل الناس، الكبير والصغير، الطفل والكبير. ولذلك نحن نؤمر بأن نظهر الفرح في هذا العيد. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن للأنصار يومان، وجد أن لهما يومان يلعبون بهما، فسأل عن هذين اليومين، فقيل أن هذين اليومين من أيام الجاهلية. فقال إن الله أبدلكما بخير منهما. يا سلام. الفطرة والأضحى. يا سلام. شوف الإسلام إذا كان هناك بديل جيد يوفره. صح. يعني لا يمنع فقط ويقول لا يوجد بديل، هناك أشياء ليس لها بدائل، لكن إن استطعنا أن نوجد البدائل فلا شك أن هذا أفضل. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما منعهما من هذين اليومين والفرح بهذين اليومين والاحتفال بهذين اليومين أبدلهما بعيد الفطر وعيد الأضحى. يا سلام. ومما يدل على إظهار الفرح والسرور في هذين اليومين، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تقول دخل علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أبوها. نعم. وكان عندها مغنيتان تغنيان، جاريتان. نعم. تغنيان. طيب، فلما دخل أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم غضب صلى الله عليه وسلم. كيف يسمع النشيد والغناء في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم. وهذا من إظهار الفرح والسرور في العيد. نعم. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف. جميل. ولاحظ كيف أبو بكر تعامل مع الموقف. الله. تعامل أبو بكر صحيح. صحيح. التعامل الذي حصل من أبي بكر كان صحيحا، لأنه يظن أن هذا الشيء غير صحيح وأن هذا منكر، فمباشرة أنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما، فدل على أن الفعل الصحيح هو أن يظهر الفرح ويظهر السرور ويوسع على الأبناء وعلى الزوجة أن هذا يعني يجوز للنساء الفرح بالعيد بهذا الشكل، وكل شيء ممكن أن يفرح به بطريقة مناسبة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك الحبش يلعبون في المسجد، فقال لعائشة أتشتهين أن تنظرين؟ انظر إلى رفق مع الزوجة، وعائشة صغيرة كما لا يخفى عليك كانت في ذلك الوقت، أتشتهين أن تنظرين؟ فقالت نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظرها للحبشة وهم يلعبون، تقول حتى مللت، فلما ملت ذهبت. الله. هذا أيضا نوع من التوسعة على الأهل في قضية أنكم افرحوا بالعيد. جميل. العيد هذا شيء جميل يفرح به. لكن فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعض الناس يعني يقول يا أخي أنا مشغول، أنا ما عندي وقت، أنا أنت شغلك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده أشغال كثيرة، عنده الدعوة وعنده العبادة وعنده التوسعة بالأبناء، ومع ذلك في أشياء الفرح. نعم. والسرور شارك أهله في قضايا الفرح ولم ينكر عليهم في قضايا الفرح. لكن هذا هذا الفرح لم يكن أبدا ذريعة يتوصل بها إلى أنها
يفرح بمظهر محرم أو يستعمل شيء محرم في 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 هذا الفرح. يعني بعض الناس قد يستمع إلى المنكرات ويستمع إلى المحرمات ويستدل بأن هذا فرح ونحن الآن نعم نريد هذا ما لا نريده. هذا من كنت يعني سأذكره. لكن قبل هذا أنا أيضا أقول حتى الصحابة كانوا يفرحون بالعيد، ولذلك نقل عنهم أنه في يوم العيد إذا التقوا مع بعضهم البعض يقولوا كل واحد منهم الآخر تقبل الله منا ومنك، وهذا فيه دلالة على أنه فرح بالطاعة. صحيح. أنه يعني انتهى من طاعة وفرحنا مرتبطة بالطاعات. يا سلام. ولاحظ العيد يأتي بعد إيش؟ بعد عبادة. يا سلام. أو في أثناء عبادة يأتي بعد فرح المسلم أنه قدم طاعة وعبادة صام لله عز وجل. نعم. فلاحظ هذه الإسلام ما في عندنا إحنا يعني شيء غير مرتبط بالعبادة، حتى فرحنا لابد أن يكون جميل. أن يكون عبادة جميل. وكما ذكرت أنا حقيقة سؤالك يعني جيد، قضية قد يكون هذا التوسعة غير محمودة. هذا ما يحصل الآن، الناس الآن في ظني والله تعالى أعلم على ثلاث أقسام. القسم الأول من يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه فيفرح في العيد ويفرح أبنائه ويوسع على أهله ويوسع على أبنائه بالأشياء المباحة ولا يتجاوز الأشياء غير مباحة. نعم. هذا قسم هو الذي نريد. وهناك قسم ثاني وللأسف وإن كان إن شاء الله تعالى نقول أنه لا يكون بالكثرة، القسم الذي لا يفرح حتى في العيد ويحزن في العيد وفي غير العيد ويحزن ويحزن. والقسم الثالث الذي تفضلت به قبل قليل وهو الذي يتوسع ويظن أنه طالما أنه في عيد فإنه يتوسع حتى ربما يصل إلى المنكرات والمحرمات، يقول ما ودي أضيق على عيالي. هذا عيد، هذا خطأ، هذا ليس بتضييق. حينما تمنعهم عن فعل الحرام هذا ليس بتضييق، حينما تردهم إلى السنة هذا ليس بتضييق. فنحن نريد أن نصل إلى القسم الأول وهو المتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميل، رائع جدا. لعلنا يا شيخ نختم بإلماحة حقيقة اجتماعية جميلة تحصل من بعض الناس في 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 نصف دقيقة يا شيخ، يتعلق بقيام بعض الناس زيارة كبار السن في دور العجزة أو الأيتام لمشاركتهم الفرح بالعيد أو مناسبة. أحسنت، هذا شيء جميل. الحقيقة العيد هو فرصة لينتبادل الشخص التهاني أولا مع من حوله، مع والديه، مع أقاربه، مع إخوانه، مع أعمامه، مع أرحامه، فهذا شيء طيب. ثم ينتقل أيضا إلى أن هناك مجموعة من الناس يحتاجون إلى من ينظر إليهم، من يسأل عنهم، من يتبسط معهم، من يعطيهم هدية كما تفضلت. يعني مثلا كبار السن، بعض الناس عنده كبار السن من زملاء والده أو من زملاء جده، وبعض الناس عندهم أيضا أيتام، يعرف امرأة عندها أيتام قد تكون هذه المرأة قريبة له، وهؤلاء الأيتام يعني أيضا من أقاربه. فلا شك أنه لما يذهب إليهم ويوسع عليهم ويعطيهم بعض الهدايا ويشعرهم بفرحة العيد، لا شك أن هذه من الأشياء الجميلة، وأقول الحمد لله موجودة في عصرنا الحالي، لكن نحن نحتاج إلى كثرتها، نحتاج إلى إشاعتها في المجتمع حتى هؤلاء كلهم يفرحون بالعيد ولا تكون فرحة العيد خاصة بناس دون آخرين. جميل جدا شيخ أسامة، لحظات رائعة عشناها مع هذا الهدي، ما أكمله ما أجمله وما أرقاه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاكرين لك الشيخ أسامة حقيقة ما قدمته خلال هذه الحلقة، وسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك وحسنات المستمعين. آمين آمين، جزاك الله خيرا، حفظك الله ورعاك. الله يحفظك. أيها الإخوة المشاهدون، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات مع أصحابه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضات ربي وغرس يدي، كي يصل الناس قلبي الندي،
مستقبلي وغدي يومي ومستقبلي وغدي.